أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2019 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للإنعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر ونصت المادة الاولى من المرسوم الاميري على ان تدعى المجالس البلديه في اماره الشارقه للانعقاد للدور العادي الاول من الفصل السنوي الخامس عشر يوم الاحد السادس عشر من محرم 1441 هجريا الموافق الخامس عشر من سبتمبر الفين وتسعة عشر ميلادي كل في مقره ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه.